لكم متتبعاتنا الغزالات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بنا ومرحبا بكم عندنا في شركه صحري السير. اليوم جيناكم بموديلات وشكيلات مختلفين في الكسيوه، في المينيات، في الجلابه. دونك كاينين شي حاجه جديده عاد هبطت من الشركه، بغينا نصورهم لكم ان شاء الله باش تشوفوا الجديد ديالنا دائما. وكنتمنى الفيديو اللي شفتو فيما يخص الغالا او الحفل اللي غادي يتم نهار 11/6، كنتمنى تكونوا عرفتوا جميع لي ديتاي وندوزو لكم ان شاء الله نشوفوا هاد لي موديل. مدام نعيمه، السلام عليكم مدام نعيمه. السلام عليكم اختي كيكرا، كي دايره؟ لاباس بخير وهانيه، كدير ما الصحه كدير المشاهدين ديالنا. مرحبا بكم معنا دائما الجديد، كيف عودناكم دائما موديلات جداد، موديلات صيفيين، اي موديل بغيتو اقترحوا علينا نوجدوه لكم. مرحبا بكم دائما الجديد مع صحري السيد، كلشي غيلبس المغرب كامل. مرحبا مرحبا والف مرحبا. مرحبا نبداو مدام. كيف عودناكم اختي اكرام، دائما جديد، دائما تصوير، دائما شنو وجد لينا اليوم مدام نعيمه؟ بزاف الموديلات، نهضروا شويه على الكالا. اها حنا درنا فيديو كيوضحنا في جميع التفاصيل، واللي عنده شي سؤال غنخلي من نمره التليفون تسول الاخت نوال، غادي تشرح لهم اي حاجه وشي حاجه اخرى بغاوها غادي نديروها ان شاء الله. المهم حنايا الهدف ديالنا من الكالا راه قلت لكم باش نجمعوا ونخلقوا شويه الرفاهيه ونخلقوا واحد الاسره كبيره، نجمعوا ونضحكوا، هذا هو الهدف ديالنا. داكشي اللي كاين. دوزوا اختي اكرام الموديلات ديالنا، نبداو على بركه الله. هذه مشهوره عندنا الجماهير كلشي تيبغيها، خدمنا فيها الكوموند الاول، الكوموند الثاني، الكوموند الثالث، دابا تبارك الله دار الرابع ولا الخامس ان شاء الله. شوفوا كيفاش دايره غزاله، بلاستيك بلاستيك فالي طاي، فالي طاي من الالف للدوبل. هانت اللي بغى يشوف الطاي دائما هنايا، كاين هنايا في الجن ما تلقاوش الظهر ديالها. شوفوا كيفاش دايره مخدومه، هادو السميطات كيجيو كيعرض، كاين فيها لاستيك من الظهر ومن القدام هكذا باش كتجي معايا اي وحده. هذا خطير، ومن تحت كتجي مينية فرفرة. اي كرام باش معروفون فرفرة فرفير. تيهضروا عند مريم تيقول لك فين هي مولات فرفرة. كاين هذا اللون، شوف هذا اللويان غزال، حتى الشكل ديال الزواق الدو ضارب هذا العام. واعر، شوفوا كيفاش داير. هذا الكري، كاين هذا الكري فيها، حنا غنوريكم اللوينات كاملين. التوب ديالها خيط ياك مدام؟ مبرد. بالنسبه لليطي كيف ما قالت لكم مدام، من الان حتى للدوبل اكسل. والثمن هذا الموديل الصيفي تيلبسوا بزاف بزاف. تندوزوا لهذا، نقولوا الثمن؟ اي نقولوا الثمن، نديروا الثمن. كاينين فيها هذه الزواقه، كاينه فيها الزواقه، شوفوا معايا فهمتي. واعره هذه الزواقه، شيعه نفس الموديل، هذه زواقه صاريه وهذه زواقه كتجي هكا، زواقه اخرى ما موجودش، هذه كتجي عامره كامله. هذه هانتي، هذه الطوبل وقيله، هذه الايل. شوفوا شوفوا الايل ما شاء الله. ايه يعني كيف قلت لكم راه كاينه في هذا، هو التوب اللي طيوه فيه. ايه زواقات خطيرين، شوفوا ما شاء الله ديال الطوب مفرفرين كاملين من التحت كيف ما كتشوفوا التوب ديالها. شوفوا هذا البوردو غزال، كاين فيه حتى هاد المرتديلة. وبالنسبة للثمن مدام نعيمة، الثمن ديالهم 40 درهم. 40 درهم القياس اللي هو الجملة، راه تنقصولي تنقصولي مع البنات هما غيقولوا لهم الثمن ديال الجملة. 40 درهم الثمن ديال التقسيط، وهادو أثمنة حصرية من شركة ديال صحري السير. هادي ديال الصاري، صراحة كيحمقوا. تزوقتي للتوب خطيرة، بالنسبة للثمن ديالها 40 درهم غزالين. شفتوا اللوينات ما شاء الله، راه كاينين فيها ثلاثة زواقات، حنا يلاه صورنا لكم جوج زواقات منها بين الموجة الثالثة إن شاء الله. اللي بغى الصاري، اللي بغى العادي، اللي بغى ندوزو لهذا الموديل. شوفوا هذه كسيوة غزالة، كيتلبسوا مع السبرديلة من الخروج، كاين اللي تيبغي يلبسها في الدار، واحد يمشي يلبسها. شوفوا كيفاش ممكن تلبسوها مع السبرديلة، تجي خطيرة خطيرة واعرة. هذه محبوبة الجماهير، والثمن ديالها صدمة. نوريهم اللوينات، غنصدمهم كيف ما كتشوفوا في ليمونش كيجيو مقبوطين طرواكار، وهي من ديالنا تقريبا بلاستيك في الكساوي بلاستيك، لانه هذا هو الموضه اللي كاينه دابا. دابا كيف ما كتشوف راه ما طويلاش، يعني راه طرواكار هي. شفتوا كيفاش جات الماركه،
مفرفره من التحت كذلك. أيه. التوب ديالها خيط صاري. أيه. لا ماشي خيط صاري، عادي. عادي ماشي خيط صاري، شوفوا معايا العينات. أيه. زالين فيها هذا السير. أيه. هكذا فيها قطيعه من هنا وفيها مفرفره من التحت. زواقت اللي فيها خطيرين، وحتى اللوينات بالنسبه لي طيب مدام نعيمه فيها من حتى للطروه اكس ال، حتى للطروه اكس ال. شوف هذه المرتديله، حنا دابا جميع الموديلات اللي غنوليو نخدمو غنوليو نخدمو حتى 8 اكس ال، لان الموديلات الكبار عليهم اقبال كبير عندنا. كلشي غادي نديرو ليه، كلشي غنديرو ليه، كلشي غنخدمو ليه. المهم لحقنا ل 8 اكس ال، كنا ما تنفوتوش 3، ما كنا ما تنفوتوش 4، لحقنا ل 8 وتقريبا غنلحقو حتى 10. 10 راه قلتيها لي في داك الفيديو، تبقى مازال راه حقنا ليها. هو غادي يولي حتى هو شي حاجه اساسيه خصنا نخدموها. بالنسبه للاثمنه البنات راه هما اللي كنقول لكم في الفيديوهات اولا في اللايف، هما باش كنبيعو، هما باش كيكونوا في حاله ما اذا غلطوا الدراري في شي حاجه حيت ما كيكونوش حاضرين في التصوير. والناس اللي ما جاوبناهمش السيمانه اللي فاتت يسمحوا لينا، لان درت الصوت وكان علينا الضغط. دابا راه جاوبنا كلشي، واللي ما جاوبناش ماشي اس وليمن اللي يقول لك لا صافي ما جاوبونيش اول مره، يعاودوا يتواصلوا معنا، راه اكيد البنات غيجاوبوهم. راه بالضغط عرفتي، راه بالضغط ما نعاودش لك شي، كل تليفون كانت فيه اكثر من 1000 ميساج. وباش تجاوبي غير 100 واحد في نص ساعه خصك المده وخصك الوقت. وتنطالب من الناس اللي باغي يتقدى يصور الموديل بحال هذا الموديل، سكريني صوره. انا كندوز لكم لون بلون، اي لون بلون، سكريني تكتب الطاي اللي بغات وتكتب لي العدد، العدد اللي بغات وتلوحوا للبنات انفو باش توصل لعندها الميساج ديالها، غتجمع لي السلعه وتواصل معها تقول لها السلعه اللي صيفطتي لي راني جمعتها لك. حيتاش باش تجمع معاها ولا تقول لها لا صوري لي هنا وحنا تنصوروا كلشي. اللي بغى يشوف اللوينات يدخلوا للتليجرام، انستغرام، الفيسبوك، جميع المواقع التواصل عندنا، وكلشي فيهم لي ديطاي بالوان وكلشي. اللي عجبك هذيك الخدمه اللي غتدير معك الدريه وغتدي ليها الوقت، دخلي ديرها لراسك، خدي اللوينات، خدي انت صوري ليها غير العدد اللي بغيتي وشنو بغيتي، وهي غادي تجمعو وغتواصل معاك، غتقول لك السلعه راه موجوده فيرسي ليا وهاكي سلعتك. حيتاش كاينه شي وحده تقول لها الو بغيت انا هذه شويه، تقول لها بلاتي قطعي حتى نشوف، بلاتي تنفكر ولا عبري ليا السدر، عبري ليا السدر، ما يمكنش. انت عرفتي الطاي الطاي ديالك، قولي لنا الطاي، حنا غادي نعطيوك على قد الطاي. حتى هي ماشي في الصالون ماشي خياطه وما عندهاش العبار، هي عارفه الال اكس ال دوبل طلوار كاخ، عطيها الطاي، عطيها الطاي تجمعو لك، تصور اللون تلوحو ليها غتجمع ليها سلعتها غتصيفطها ليها. بالنسبه حنا راه كنتعاملوا مع شركات شركات ديال لي بريزون اللي غادي توصل لهم سلعه حتى الفم الباب. عندنا شي مناطق ما تيخرجوش ليهم بحال شي مناطق بعاد، ما تيمشيوش ليهم يوميا، كيديروا مره في السيمانه، مره في السيمانه بالما تجمع لهم شي كوموند شي كونتيتي باش ما يخسروش، باش يدي لهم السلعه ديالهم. هادشي الناس اللي تيتعاملوا معانا هادي شحال من عام راهم عارفين القانون. انا تنشرح هادشي بالنسبه للناس اللي جدادين معانا يعرفوا شنو كاين. وبالنسبه لي كوموند حنا راه السبت والحد راه ما كتخدمش الشركه ديال ليفريزون، ديال ليفريزون ما خدامش، يعني الا جمعتي وفيرسيتي الجمعه وابتداء من الثمانجيه غنوليو خدامين حتى الحد. هذه هي مفكره فيهم حتى الحد، غادي النبي ضحكت سوق قبلتونيش. لا ما ضحكتش حاجه، ماشي مشكل، ماشي مشكل. المهم غنبداو نخدمو حتى النهار غادي نرسيها بواحد النهار ديال القاله، حيتاش الناس تيطلبوا منا كلشي، تيطلبوا منا بانهم حيت عادرينهم وباغين الحد يجيو يتكساو، غنخدمو نهار الحد وغنوجدو ليهم داكشي اللي خاصهم. المهم حتى يفوز عيد الكبير ويحل الله. المهم انا العيد الكبير حنا خدامين. يلا اش بغيتو مازال بغيت الحد حنا خدامين. تنعاود ناكد على الناس اللي بغاو ياخذوا السلعه يصوروا لينا اللون، يصوروا الموديل ويلوحوا من فوق. غتدخل غتلقى كاينه شي وحده تكتب ليها السلام، تكتب ليها السلام، ترد ليها السلام، ردي ليها بهذاك الشيء اللي بغيتي، ها شنو بغيت شنو بغيت شنو بغيت، ما تقوليش حاجه اختي. وبنقول لهم واحد القضيه بالنسبه لصيفتي لواحد النمره، بقاي في ديك النمره حيت لصيفتي في ثلاثه نوامر كاملين، تقدر فهمتي الدري ما تبقاي معاه بنت وحده تخدم معاه، تخدم معاه صافي. وصيفتي ليها غير بالسلام، جاوبك بالسلام، لوحي ليها التصويره ولوحي ليها داك الشيء اللي بغيتي غتجمعو لك في البلاصه، هي غتجي سهله، تدخل سهله تجمعو وتعيط عليك تقول لك هو مشروع.
صافي خدي معاهم الغراض ويسخر ونستسمح. سمحوا لينا. لقيتو الضغط، لقيتو الناس معصبين، راه الظروف، راه الله يحسن العون. انا بغيت ناكد لهم غير تيجيو تلا كيس يقول لك لا راه الدراري لداخل قالوا لنا تامر راه لا كيس. راه ماشي الدراري اللي تيقولوا، راه الفيديو اللي تيقول. انا شنو قلت؟ حنا كنمشيو شنو قلت مادام؟ رجعوا الفيديو شوفوا انا شنو قلت. الدراري راه ما عارفش كون تيتفرج في الفيديو تيخدم تيستف تيقاد تيعاون كيجبد معاك الموديل. اما لا كيس بحدها. لا كيس وفي الفيديو. صافي. دونك شوفوا معايا الدراري تيحرجوهم اللي تيقول لي ما دايرش شحال هادي بشحال اللي جابها فمهم تيقولوا اه اوكي كيجيو لاكيس اللي تيقول لي جاك. المهم نعتذر البنات وسمحوا لينا. المهم هذيك سيوا الصبر ديالها تجي خطيره. هذا اللون الخامس سيوا تيلبسوها والنبحه والخروج. شوفوا كيفاش جات واعره واعره مبردة التوب ديالها الزواقة غزالة كيحمقوا. لا في زواق اخرين من غير الزواقة. حنا اللي وجدات. صورنا اليوم بما وجد الموديلات غنصوروا معاهم اول باول. نهار الاثنين انا ومريم غنصوروا على الكالا. علاش صورت اليوم هادشي؟ حيتاش نهار الاثنين غنصوروا على الكالا. ما بغيناش نخلطوا ليهم. كاين هذا الموديل اللي ديجا صورناه ما بقاوش فيه بزاف الوينات. طالي طاير. غندير فيه واحد الصوب غادي نحيدو. هذا. تحلي لينا شي وحده مادام نشوفو شي واحد. هذه الطريب هذه هي التلوينه كامله داك البوردو كيف ما قالت مادام راه بغينا حنا غير نصولديو يعني اللي طايو سولو هو الاول باش ما نتسماوش حنايا راه ما عندنا لا في المصداقيه ولا شي حاجه. وانا نقول لكم شنو كاين في الفيديو. اللي عنده الزهر غادي يلقى اللون ديالو، اللي ما عندوش راه غادي نعتذروا ليه. صافي. المهم هذه كانت 70 درهم. دابا اللوينات اللي بقاو الطياب اللي بقاو تنصوني فيهم غندير لهم 50 درهم. 50 درهم اغلبيه بقى طي العيد وواحد وشي شويه. المهم ما يمكنش اللوينه كامله وما كاينش لي طاي كاملين. كاين شويه من ال اكس ال دوبل راه ما بقاتش باش نكونوا واضحين مع الناس. وتنقول لهم هاد الكمية اللي بقات راه درت لها 50 درهم. التوب ديالها راه ساتا باش نحيدها. 50 درهم هذه كي تقصيت كي الجملة راه ما فيهاش جملة. دوزي معاهم اللوينات باش تشوفوا اللوينات. التوب ساتا كاين هاد البوردو كاين السيل. هانتوما شوفوا هاد القرصة ترزح حتى في ليمونش. قميص غزال هذا ديال ساتا بقاو فيه غير اللي طايل ال صراحة. هانتوما هي التلوينة كيف ما كتشوفو. صافي دوزي لون بلون نفس الحكرة. بالنسبة للناس اللي كيبغيو يسكريني شتو كيفاش كاين فيها النوار وكاين فيها البلون كاسي كاين فيها الفير. والثمن 50 درهم الثمن ديال التقسيط والجملة. بقات فيها كمية محدودة صولديناها بخمسين درهم. الكمية اللي بقات غنصوليوها حيدوها غادي يلقاه. ندوزو هاد المخايب قميصات ديال الخيط واعرين كيف ما كتشوفو معايا. شوفو غادي نصبحو اليوم. نوعتي لينا وشكلتي لينا وبدعتي لينا مادام العظيمة. الثمن والصبغة دائما الثمن. هادشي اللي معروف عليه. جملة ومية درهم جملة دايرة ليها انا 70 درهم. 70 درهم راه هادو اثمنة راه ما تلقاوهمش. ما كاينينش ناس ديال الدرج اللي تيجيو تيجيو لعندنا. لحقيتاش الاثمنه راه ما كاينينش تمايا. شمن لون نفتح ليكم اي لون؟ شوفي داك اللوين حتى الطريزه فيه خطيره. الطريزه هي خطيره والثمن حتى هو خطير. كاين من الال حتى 4 XL. شوف معايا كاين 4 XL واعره كتحمر. طريزه واعره الثمن ديالها يا اختي اكرام 70 درهم. 70 ماشي 100 درهم ماشي 90 درهم وماشي 80 درهم 70 درهم. وحصريا من الشركة. حصريا من شركة صحري ستيل ومن قناة صحري ستيل 70 درهم. وإذا لقيتوها شي بلاصة أخرى جيبوها. ثمن ديال المعمل. ثمن مناسب. حنا شركة دايرين ثمن مناسب. كلشي يلبس مع صحري ستيل. وانا على يعني كلمتي حتى كلشي يلبس يقول لنا بارك الله يخلف. نقول لهم يا ضاق هذوك النظرات زوينين اللي غير تشوفوا غزالين بليمونش ديالهم. ليمونش راه طوالين. صوري اليوم
طريزه شوفوا كيفاش دايره خطيره خطيره واعره واعره حتى المارياج اللوينات اللي درتي فيها غزال ديال طريزه نشوفوا هاد المطار اللي بغى ويصيفطوا لينا كاين هاد المطار كاين الفيولي كاين الكري نفس طريزه فيها 19 لون هاد الموديل كاين هاد السومو كاين هاد العشبي العيد الكبير كاين مازال موجودين بوركيني البحر بوركيني مازال خدامين على بزاف الحوايج شوفوا معايا اللوينات ما شاء الله غزال شوفوا هاد البلونكاسي كيفاش جا مع المعروف اللي تتعرف شي خياطه ولا خياط ولا هذا يصير بيكو سورجي كونتوز اللي كان كلشي مرحبا مرحبا والف مرحبا شوفوا معايا البوردو كاين لورونج كاين هاد مرتديلة مرتديلة كاين اللون ديال الطريزة خطيرين فقط ب 90 درهم 70 درهم سبحان يغلط المهم فقط ب 70 درهم الثمن ديال التقسيط وثمن ديال الجمله مرحبا تواصلوا مع البنات نذكركم بالعنوان بالنسبه للناس اللي عاد التحقوا بالقناه ديالنا عاد شافوها حنا متواجدين بمدينه الدار البيضاء بالضبط في الحي الصناعي ديال حي مولاي رشيد قرب صيدلية ربيعة والناس اللي كيبغيو يجيو عندنا لاول مره المحل ديالنا اللي ما عرفش بالضبط فين اولا النعت ما عرفش النعت لكم مزيان تواصلوا مع البنات يصيفطوا لكم لوكاليزاسيون شنو مشترينا مدام عاوتانينا اللعبه الثوب دائما مدام اللي دوزنا في ديك القنيطره خيط سبيسيال يعني اخر ما كاين خطيرين انا حلت وما عرفتش غنفتح شنو ما نفتحش انا غنصوروا معاك من بعد قولي لي واحد المقطع كمل لي باللقاء نكمل لهم في الاخر اللي خصها تلبس باش تبان باش تبان دوزيها وحده وحده لبسي اللوينات كاملين طبيعي الحال مريم غتبليها شوف خطير هذه جلابه شوفوا ماريا طريزة ليمونش شي حاجه طب وخطيره بافتحات الجناب هانتي انتما شوفوا افتحات الجناب باش متعلمكش في المشي شوفي الطرزه شوفوا الطرزه كيفاش دايره ديال القب في البوردو ايه شوفي شي حاجه شو الطريزه اكسيلانس اكسيلانس ستودنت هذا بزاف الفورمات يعني انا راه مقا جايين عندي الشناوه جايين غير يشوفوا الشركه ويتعرفوا على مدام نعيم اكثر كيف ما شفتوا الطريزه كتجي حلوه خفيفه وكتبقى سامبل هكا كتجي غزاله في الجلابه لا غادي نلبسو دوزي صدري على الديطاي ديالو لان المارياج ديالو لبان اللوينه ديالو لبان ماشي كافي بانه يتلبس هكا ضروري خصو يلبس ان شاء الله ضروري حنا غنلبسو ليهم وريهم اللوينات وريهم الديطاي انا غنلبس لكم شي وحيده ضروري لبسي لينا شي وحيده شنو نلبس لك لبسي النوار تا هو يا زوين بما وريتكم انايا اللوينات وغادي نلبسهم لكم المانكات باش يبانوا اكثر وتسكريني نتوما على خاطركم وتشوفوا الموديل كيفاش طايح غزال شوفوا اللوينات فيها 19 لون ما شاء الله واللي طايح من الال من الال حتى الكاتر اكس ال فهاد الجلابه الثوب ديالها خيط سبيسيال شوفوا اللوينات ها هما غزاله شوفوا اللوينات ما شاء الله كيف ما بالنسبه للثمن مدام نعيمه وشوفوا معنا الموديل ديالنا مدام نعيمه شوفوا كيفاش جاتها غزاله كتحمر واعره خفيفه الصخره اللمعه المزاريه خرجت واعره المخروج كلشي شوفوا كيفاش داير في ليمونس ديالها كتجي في هذيك الباندا المارياج كلشي لوينات مارين انا لبست لكم هذيك كنموذج حنا غنلبسوا المانكات لبسي اللوينات كاملين وبعدين طيب يشوفوا القب ديالها حتى هي كيفاش داير شوفوا كيفاش كتجي كيجي هكا هي
مغلف من الداخل بنفس اللون ديال الباندا، وجاتك غزاله مدام بالصحه والراحه. هذه اش من طاي لابسه مدام؟ هذه في الجناب، هذه دوبل اكس ال، دوبل اكس ال، وكاينه الطلوه وفيها الكاتر، فيها الكاتر. لا شي حاجه زوينه، حاجه خطيره. شوف حتى الثمن. طب حيت سولتك على الثمن باقي صدمهم 120 درهم. 120 درهم الجمله النقصولي، وشي حاجه زوينه في الجمله يعني، ولكن خطيره خطيره. واعر الموديل راه جا واعر، 120 درهم. التوب ديالو خيط سبيسيال يعني، كاينين موديل طرازين غيهبوا فيها، وفيها طرازي اخرين، كاينين طرازي مختلفين كيبقوا بنفس الثمن. واعر حاجه زوينه الصراحه، خدمه نقيه كيحمقوا. نشوف الباندا مدام كتجيو ما تشوفيني لا قولي لها مالك هذا التبركيك؟ قالت لي هو، قلت لها قلت لها شنو التبركيك؟ مرحبا بكم، مرحبا. انا تنضحكوا معاكم، تنضحكوا معاكم، تنضحكوا معاكم، تنضحكوا معاكم. دابا نديروا لكم لايف في القناه ديالنا ديال صحري 60، ونتجمعوا شويه ونضحكوا شويه، نديو نجيبو في الهضره، ندوزو نوت مع بعضياتنا. مرحبا بكم، يلا مرحبا بكم. انا غنلبسك ليكم دابا التوينه، نمشي اكرامات تكمل معاكم باقي التفاصيل على الجلابه والوينات ديالها، وشنو فيها وشنو خاصنا نوجدو ليكم. مره اخرى كتبوا لينا تعاليق زوينين، يكونوا شنو الموديلات اللي بغيتو، شنو غنوجدو ليكم، شنو خاصكم. مرحبا بكم، حنا في الخدمه ديالكم. واحد السيده قالت لينا واحد الكومنت، قالت لك عافاك اتصلوا بيا باش تشرحوا لي اكثر. حنا فين غادي نتواصلوا معك؟ صيفطي لينا انت. يا قريت واحد الكومنت قالت لك عافاك منهم عيطوا لي وشرحوا لي اكثر، انت عيطي لينا باش طلع لنا النمره، وحنا غنشرحوا لك اكثر فاكثر. وهذا الفيديو تبارك الله شرحنا فيه اكثر، والفيديو ديال الكالا شرحنا فيه شنو خاصكم في حاله لا كان شي سؤال اخر، صيفطوا لينا وحنا غادي نجاوبوكم. يلا تهلاو، انا غنبقى معكم انتيا، نكمل معاهم حتى الاخر، وتهلاي في الكليان ديالنا بطبيعه الحال. كوني هاني يلاه على بركه. شوفوا معايا التلوينه من بعد ما لبسناها لكم في المانكا ديالنا، شوفوا كيفاش دايرين، كيفاش كيجيو في اللبسه، كيف ما كتشوفوا ليهم الافتتاح في الجناب كيجيو غزالين. هادو عاد حليناهم لكم من السلوفان، يعني لبسنا التلوينه كامله، وكاين اللي باقي في السلوفان ديالو، يعني داكشي باش على حساب الماركه ديالنا ما لبسناش اللوان كاملين. شفتوا القب ديالها كيفاش كيجي مغشي مجوي من الداخل، واللوينات خطيرين، مارياج ديالهم حتى هو زوين. شوفوا معايا البلوروا كيفاش جا مع الغوز فيشيا، ونفس الشيء درنا الغوز فيشيا مع البلوروا، يعني نبين لكم كيفاش دايرين. هذه هي الطريزه هانتوما، حلوه هاد كتجي. التوب دائما خيط لولا سبيسيال، فيها ليطي من ال حتى الكتر اكس ال، والثمن 120 درهم ثمن ديال التقسيط، والجمله راه غنصيبو معاهم بالمزيان. شوفوا هاد السيل مع هاد المرتديله، وباردين واللوينات صيفيه. هذا مرتديله مع هاد الخضيضر، شفتوا كيفاش جاو، يعني الحاجه حتى كتلبس عاد كتبان. وبالنسبه للي فيتور كنديروها داخل كازا وخارج كازا، حتى خارج المغرب كاين لوغونج مع النوار، وهاد الكري مع المرتديله. هادو نفس الموديل تاهما كاملين فيهم افتتاح في الجن، كاين هاد الباج مع هاد المطارد جا غزال تاهوايا. شوفو شوفو كيفاش جا، جا خطير. فيها 19 لون، بقى فيها هاد الغوج بغيك مع البيض، بقى فيها هاد الفيولي مع السومو، بقى فيها هاد المرتديلة مع هاد هذا ماشي فيولي، كرونا عفوا. كاين فيها هاد بحال الموف بارد مع هاد الموف ناس، كاين فيها بلو مارين مع السيل، فيها الغوج بغيك مع المطارد، هاد الفيغ مع الموف بارد،
كاين هذا الموف مع هذا العشبي كيف ما كتشوفوا، وكاين الاحمر مع البيض. الاحمر هادو هما اللوينات. وكنشكركم بزاف على التعاليق الزوينه ديالكم، ونضربوا لكم موعد ان شاء الله يوم الاثنين في لايف مع مريم شانيل ومدام نعيمه بخصوص مكان وتوقيت وجميع لي ديتاي على الكالا. تهلاو ليا في ريوسكم.